عند لالة فاطمة القنيطرة. لالة فاطمة صباح الخير، صباح النور، كسبحتي مزيان؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك، كسبحتي انتي؟ هانيتك الحمد لله. اختي غنعطيك واحد البسيطلات صغيرين اللي كيمشيو في البلاطو، نعطيك واحد الحليوه ساهله الا بغيتي. اها بسيطلات صغيورين. صغيورين قطعهم كاع بالفوم ديال الكاس ديال العنبه يعني يمشيو. غنوريك الطريقه الساهلين وزوينين. نعم. كناخذوا ربعه الكفته حمراء، يعني ملا شحمه لا جلده لا عطريه لا والو، ربعه الكفته حمراء، وبصله وحده كبيره مشلضه، بصله وحده كبيره مشلضه، وفلفله حمراء كبيره مشلضه، وفلفله مكعبات كبيره مشلضه، وثلاثه المعالق كبار الربيع، ثلاثه المعالق كبار ربيع. والسيدات يردوا البال للربيع، كيكون مسبر كيجي فيه النسمه مجهده بحال الحريره، يعني القزبر عادي ممرق خضر يعني باش يجي لوكو زوين. نعم. كناخذوا بيضه، بيضه وجوج معالق كبار ديال ياهو الطبيعي، وجوج معالق، واللي بغا دير وحده ياهورت فرماجك الجبن يعني دير الحك مزيان، ياغورت طبيعي ومليحه والبزار. انا سهلت عليهم باش ما يبقاش يقلب، واش خاص ومليحه يعني كيكون موجود في الدار. والبزار كنشحروا البصله في زويته وكنزيدوا على الفلفله، ما نشحروش شي بزاف يبدا يكحل، غير يسخن شويه وكنديروا الكفته ما نخليوهاش تطيب بزاف، يعني نكملوا تحرك خارج العافيه. اها. وكنزيدوا داك الربيع وكنضربوا البيضه مع ياورت ونديروا المحروضه نحركوا مزيان كيعطيك واحد بحال غنصاوبوا واحد الكيش. وكنخلطوا كلشي مجموع وكنقبطوا الورقه كنطلقوها وندهنها في الزبده ونقطعوها بالاطار صغير، راه كاين اطار صغير ديال الصابلي مدورين ولا كيما بغات السيده، وليت اوفال كيما بغات تلعب قلب كيما بغات السيده تقطعها. وتخشيها في المول، هذاك المول اللي قطعت به تردهم فيه، اما مول سيليكون اما هذوك الاطارات الصغيورين. ندهن وحده بالزبده ونعاود وحده اخرى بالزبيده. وندير ديك الحشوه هكا، نهزو عشوائيه ونحطوها بواحد المعلقه ولا غير بيدينا. نعم. نهزو الخليط ومع الكفته مع كلشي مخلط. ونقلب هذيك الشيء اللي بقات لنا الورقه نقطعهم سميطه طوال رقاق. وندير شبيكه من الفوق. نعم. صافي. وكندهنوا اختي بشويه الزبده والبيض وندخلوها للفران. وكتحط في الباطو كتجي بحال زليفات صغيره وزوينه، وملي كتعضي كتلقى داكشي معلك يعني كتجي رائعه. نعم. ونعطيك اختي واحد الحلوه سهله زوينه بريستيج. الا سمحت لنا نعيمه، لان ما طويلش بزاف، لان نورمالمون كنقدموا غير وصفه. يلا صافي يلا. لا ناخذوها الا كانت خفيفه دغيا دغيا. كناخذ واحد 125 غرام زبده بوماد نضربوها مع 80 غرام ديال زبده بوماد، نديرو مع 80 غرام سنيده حامضه محكوكه ومعصره. 80 غرام، 80 غرام سنيده وحامضه محكوكه ومعصره، ونضربوا ثلاثه البيضات انا غنقولهم ونعاودهم، ومعصره و50 غرام كركم طحون، ثلاثه البيضات 50 غرام كركم طحون و80 غرام طحين و30 غرام ديال النشا. كاين خماره وشحال 30 غرام نشا وخماره وفاني ومليحه. نعاود 125 غرام زبده بوماد نضربوها مع 80 غرام ديال السنيده، بشور حامضه والعصير، ثلاثه البيضات مضربين، 50 غرام ديال كركم طحون، 80 غرام ديال الطحين، 30 غرام ديال النشا، خماره فاني الملح. نفصلوا غير البيض، نخلطوا نضربوا صفات البيض ونجمعوا مع المقادير كلها. ومن بعد نطلعوا البيض البيض ونديروا من تحت للفوق ونكبوا في ليمون سيليكون يعني مثقوبين. اييه. وندخلوا من الفران، من يخرجوا نغبروا بشويه السكر كلاصي، السكر كلاصي ماشي تفند، نديروا في الصفايه ونهزوا يدينا على وقفتنا الفوق ونديروا بحال التاج كيطيح من السما، ونعمروا ديك التقيبه اما بكريمه الحامض ولا بنيتيلا ولا ب نعم كراميل طايب. نعم. يعني اي حاجه. نعم. اذا نعمروها بالشوكولاته الدهن او كما قلتي اي حاجه، ولا الكونفيتور ولا الكونفيتور. نعم. تزيد فيه واحد شويه جيلاتين، تزيد فيه الالوان اللي بغات، النكهات اللي بغات، تحك فيه الحامض الليمون الكونفيتور، واخا الكونفيتور تزيد فيه شي حاجه باش ما يجيك الطعمه ديال الكونفيتور عادي. صافي هي حلوه بريسيس، ونقدمها بالصحه والراحه يعني. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك لاله فاطمه، شكرا لك. لا بالعكس، حنا كنستافدوا منك كثير، ومجموعه السيدات كيقول لك لاله فاطمه عطينا الوصفات. هذا البرنامج والناس بغيت تتعلم يعني، راه ما كنحبوش. حنا كنحبوكم لاله يخطيك، لاله يخطيك لاله فاطمه، حنا عارفين اللي كاين ومرحبا بك في اي وقت، وانت وكل سيده طبعا.